مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. بالنسبة لتعاليم الشعب المايا، فإن مفهومهم عن حضارات وأصل البشر هي كالتالي: كل كوكب يطور 7 أعراق جذرية وسبعة فروع لكل عرق، وكوكبنا الأرض قد طور 5 فروع عرقية مع اقتراب ظهور فرع سادس، وتحتاج في المستقبل إلى تطوير 2 من الفروع. بعد هذه الأعراق 7 سوف يصبح كوكب الأرض بعد التحول من خلال الكوارث على مدار ملايين السنين إلى قمر جديد مثل قمرنا الحالي. فإن هذه الحياة المتحللة والمتطورة للأرض بالكامل قد جاءت من القمر، عندما تخلت الحياة العظيمة عن القمر ومات بعدها القمر وأصبح صحراء. طور القمر 7 أعراق جذرية، وقام كل واحد منهم بتطوير 7 أفرع. روح القمر، الحياة القمرية، هي الآن تتطور وتطور في كوكبنا الأرض. هذه هي الطريقة التي تجسد العالمين. ويقول أيضا الشعب الأزتك أن الكائنات البشرية من أول عرق جذري كانوا عمالقة غير عاديين وداكني اللون. كان هذا عرقا متحضرا، ويمكن لأفرادهم خفض طولهم إلى حجم شخص عادي من هذا العرق الحالي، وكان أول عرق يسمى بولار. وكانت طقوسهم وكذلك حكمتهم عالية، لم تكن البربرية موجودة في عصرهم. وقد تم التهام هذا العرق من قبل نمور الحكمة. كان الوصي على أول عرق جذري هو الخالق. كل فرد كان سيدا للحكمة. تم تنفيذ نظام التكاثر عن طريق الفعل الانفرادي. هذا هو نظام مماثل لتلك التي تستخدم الخلايا العضوية للتكاثر، وهي عملية التقسيم الخلوي. هكذا تم تقسيم كائن الأب الأم إلى قسمين، وتم تثبيت الطفل ازدواجي الجنس على الأب الأم لفترة قصيرة. عرق الجذر الأول عاشوا في الجزيرة المقدسة التي تقع في البقعة القطبية الشمالية، وهذه الجزيرة لا تزال موجودة لكنها في داخل البعد الرابع. بعدها ظهر الجذر الثاني، وكان هذا هو عرق الإنسانية ويسمى بعرق الهايبربورين. الأشخاص المنحلون في عرق الجزر الثاني حولوا أنفسهم إلى قرود. هذه أسلاف القردة الحالية، استنسخوا أنفسهم من قبل في مهدها مثلما تفعل النباتات، من جذع تنبت العديد من الفروع، وتم محوهم بعصير قوية. بعدها ظهر عرق الجزر الثالث الذين سكنوا منطقة موم، والذي هو اليوم المحيط الهادي. وكان اسم هذا العرق الثالث ليموريا. لقد لقوا حتفهم بنيران تمطر من الشمس، البراكين والزلازل. وكان يحكم هذا العرق من قبل أستيك، وكان تكاثرهم عن طريق التزهير التسلسل. وكان عرق ليموريا قارة واسعة النطاق. الليموريون الذين انحلوا بعد ذلك كان لهم وجوها تشبه وجوه الطيور، وهذا هو السبب في أن بعض قبائل الهنود الحمر يزينون رؤوسهم بالريش. كان عرق الجذر الرابع هو الأطلنطيين، وكان يحكمها الأستك أتناثة. انتهت حضارتهم مع الطوفان الكبير. القبائل ما قبل الاكتشاف الكولومبي لأمريكا هم أحفاد هذا العرق الجذري، وأيضا الصينيين والمصريين القدامى. والعرق الخامس يسمى بالأريان، ونحن هم هذا العرق الجذري. سوف ينتهي عرق الأريان أو الآري الحالي مع كارثة كبيرة، وسيكون فرع أسياد الأرض أسود من قبل العدالة العالمية الإلهية للخالق. والشمس سوف تبتعد، وأيضا وجه القمر سوف يبتعد.
سوف يسيل الدم على الأشجار والحجارة، السماوات والأرض ستحترق بكلمة من عند الخالق، والعدالة المقدسة سوف تحكمنا. لن تكون قوة السماء والأرض عديمة القيمة عند المدن الكبيرة والبلدات الصغيرة والمدينة العظيمة، وجميع المدن الصغيرة في كل مكان سوف تبتلع، وسكانها سوف يتبعون دينا واحد، دين الله. سيحدث هذا الدمار في الوقت الذي سوف يظهر فيه المثليين والسحاقيات والأطفال الأشرار والسلوك المنحرف والعار. سوف يكون ارتفاع القمر هو بداية الموت، وعند مجيء القمر الكامل الآخر سينتهي الموت. عرق الجذر السادس ويسمى كورادي سوف يوجد بعد كارثة عرق الجذر الخامس، وسوف يعيش على الأرض المحولة، وسيكون عرق الجذر السابع هو آخر الأعراق. كل جذر لديه مجموعات أو فروع، وبذور العرق الآري أو الآريان الخاص بنا هو من بلدان شمال أوروبا. لذلك عندما اختلط العرق الآري مع الناجين من غرق أطلانتس ظهرت سلالة جديدة، الآريان. الشوط الأول ازدهر في آسيا الوسطى، في تلك الممالك التي اختفت في آسيا الوسطى والتي لا تزال آثارها موجودة في جبال الهيمالايا وفي جميع أنحاء بلاد التبت. كانت حضارات قوية من أول سلالة آرية موجودة في تلك المناطق. الشوط الثاني ازدهر في الهند وجنوب آسيا، في بيرلاند الأرض المقدسة للفيدا وفي هندوستان القديمة، حيث تطورت إثنية الآرية الثانية وظهرت ثقافات باطنية هائلة وحضارات هائلة. الشوط الثالث ظهور الحضارات القوية، بابل الكلدية، مصر. كانت حضارات غنية جدا وقوية، وكانت إثنية الآري الثالث. الشوط الرابع ظهرت في روما، اليونان، إيطاليا وأثينا، والمدينة العظيمة التي أسست في أثينا قبل انحطاطهم ودمارهم. كانت اليونان وإيطاليا حضارات رائعة، حيث تطورت الحضارات القوية للنهضة الآرية الرابعة. الشوط الخامس قبائل أنجلو والساكسون والتوتوني. التطور والحروب العالمية أدت إلى ظهور الآرية الخامسة. الشوط السادس مزيج من المستكشفين الإسبان والأوروبيين مع قبائل الأمريكيين الأصليين. كان الجهد لتشكيل شوط السادس في منطقة الهنود الحمر صعب للغاية، لأن المكتشفين قاموا باغتيالهم بدلا من مزج أنفسهم مع السكان الأصليين، فقط في فئات ضئيلة جدا وغير الناضجة كان خليط الدم. هذا هو السبب في أن المكتشفين رأوا ضرورة تحويل أراضي أمريكا الشمالية إلى بوتقة الانصهار للعراق. لذلك كان لتشكيل الشوط السادس في الولايات المتحدة صعوبات هائلة، هناك مع كل الأجناس في العالم مختلطة، ولكن قد تشكلت سادس حلقة في أمريكا اللاتينية بسهولة بالغة. الشوط السابع سيتم تشكيله من قبل الناجين من الكارثة العظيمة الجديدة التي سرعان ما ستدمر هذا العرق الآري الحالي. هذا العرق غير موجود حاليا، لكنه سوف يوجد مستقبلا، وسيجدون حياة جديدة على الأرض تنقى بموت الأمم.